ما تيسر من كتاب الله العزيز إدانا بافتتاح الدرس التاسع من سلسلة الدروس الدينية المنيفة التي تلقى بحضرة أمير المؤمنين جلالته وقد حل في هذه الأثناء هذا المجلس المبارك محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سيدي محمد وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد حيث سيعطي جلالته إشارة انطلاق هذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد نبينا الهادي الأمين رحمة الله المهداة إلى الناس أجمعين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فموضوع درس هذا اليوم المبارك السعيد الاجتهاد، مؤهلاته وحتمية استمراره، ودوره في تحكيم شرع الله في مستجدات العصور والأجيال، وخاصة في عصرنا الحاضر، استنادا إلى حديث معاذ بن جبل المشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعثه إلى اليمن قال له: كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ فقال: أقضي بما في كتاب الله تعالى. قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو. قال معاذ: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدري، فضرب رسول الله صدري، ثم قال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وآخرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي المصطفى الأمين، وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مولاي أمير المؤمنين، حفظكم الله ورعاكم وأدام علاكم وسدد على طريق الخير والرشد خطاكم، وأبقاكم أهلا لكل فضيلة ومكرمة، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومتع وأمتع بحياتكم المباركة الكريمة في سلامة وهناء وصحة وعافية تامة، لتواصلوا مساعيكم الحميدة في خدمة قضايا شعبكم الوفي، وخدمة قضايا الإسلام والمسلمين في كل مكان، محفوفا بعون الله تعالى وتأييده ونصره وتوفيقه. آمين. مولاي، إنه من المسلمات اليقينية التي تقوم عليها العقيدة الإسلامية التسليم بختم الرسالة المحمدية لسائر الأديان السماوية، وأن محمداً عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه ورسله صلوات الله عليهم أجمعين، فلا نبي بعده ولا رسول، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. ثم التسليم تبعا لذلك بعموم رسالته
لأهل الأرض كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وذلك يستلزم استمرار شريعة الله على أرض الله ما دام للناس وجود على هذا الأرض، حتى تبقى بها حجة الله قائمة على عباده دون توقف أو انقطاع. وإلا لزم الخلف في خبر الله تعالى لئلا يترك الناس سدى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ سدى مهملة لا يكلف ولا يؤمر ولا ينهى ولا يسأل ولا يحاسب، وذلك محال عقلا ومخالف لما دل عليه العقل والنقل ولما وردت فيه النصوص الكثيرة من كتاب الله وسنة رسوله عن مسؤولية العبد المكلف عن جميع أعماله الاختيارية خيرا كانت أو شرا. وكما تشير إلى ذلك هذه الآيات الكريمات، كل امرئ بما كسب رهين، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وفي الحديث القدسي الذي رواه مسلم في صحيحه يقول الله عز وجل: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الكثيرة التي دلت على مسؤولية العبد عن جميع أعماله، وأنه مسؤول عنها ومحاسب ومثاب عليها ومجاز عليها من قبل ربه الذي لا يضل ولا ينسى ولا يظلم أحدا. بعد أن أعذر إلى الناس بإرسال رسل قامت فيهم حجته على عباده، ومن أنذر فقد أعذر رسلا مبشرين ومنذرين لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. ومن ثم كان لا حكم إلا لله، ولا تكليف إلا بشرع، وخاصة على مذهب أهل السنة الذين يخالفون المعتزلة في قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين، ويرون أي أهل السنة أن لا ثواب ولا عقاب إلا بشرع، لكي تكون حجة الله قائمة على عباده بورود شرعه وإرسال رسله وإنزال كتبه وليس بالعقل وحده. وفي هذا المعنى واستمرار حجة الله على عباده روي عن علي كرم الله وجهه ورضي عنه أنه قال: لن تخلو الأرض من قائم لله بالحجة كي لا تبطل حجج الله وبيناته، أخرجه أبو نعيم في الحلية. ويشهد له حديث الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى ياتي أمر الله وهم على ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم: كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم يجب اتباعه إذا كان منصوصا عليه بالتعيين، وإلا طلب بالاجتهاد. وأقوال العلماء في هذا المعنى كثيرة، ومن ثم قرر الفقهاء أنه لا يحل الإقدام على أمر حتى يعلم حكم الله فيه، وكما أشار إلى ذلك صاحب المرشد المعين بقوله: ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيهن به قد حكم. وحكى بعض العلماء الإجماع عليه، وبه فسر بعضهم حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، وإذا كان الأمر كذلك وكانت أفعال الناس لا تخلو من حكم الله فيها،
وكانت الأحكام الشرعية إنما تؤخذ من نصوص الكتاب والسنة التي لها علاقة بالتشريع خاصة، وهي المعروفة بآيات الأحكام وأحاديث الأحكام تمييزا لهما عن بقية الآيات والأحاديث التي تناولت موضوعات أخرى غير موضوع الأحكام والحلال والحرام. ونحن جميعا نعلم أن نصوص الكتاب والسنة محصورة العدد وتنتهي إلى حد، سواء ما تعلق منها بالقرآن أو بالحديث النبوي الشريف، بينما أفعال الناس لا حصر لها ولا حد، وهي دائما في تكاثر وتجدد مستمرين. وما كان كذلك يستحيل أن تستوعبه نصوص محدودة العدد. وهنا يا مولاي